وأكد المحافظ على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل دقيق دون مجاملات أو محاباة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيارات مفاجئة لمتابعة تنفيذ قرارات خلية الأزمة. يعني أؤكد وأقول أنه نجاح هذه الخطة ونجاح هذا الموضوع هو يعتمد على الجهتين الموجودة في كل الوحدات الإدارية والمتابعة اليومية من قبلكم لهذا الموضوع، تأخذوه بنظر الاعتبار بشكل جدي. قيادة الشرطة أيضا راح تكون يعني تتابع، ما أريد خروقات، لا أريد خروقات ولا أريد وجهانيات، يعني ماكو ناس أفضل من ناس بتطبيق القانون، فيعني الرجاء الالتزام بهذه التعليمات بشكل كامل. احنا نتابع بشكل مفاجئ، نروح على اي وحدة ادارية ونشوف الوضع والاجراءات وكيفية سيرها بدقة.